الاول على يعني كل سنه وانت طيب في البدايه، هارد لك المباراه النهارده، ولكن يبقى دايما ابناء النادي الاهلي على الوعد دايما. يمكن منافسين جوه الملعب عملتوا مباراه اكثر من رائعه النهارده ومجهود اكثر من رائع، ولكن بعد المباراه بترجعوا تاني اخوات واصحاب وروح اكثر من لاعبينك والكابتن شوبير. لا طبعا الحمد لله طبعا على الماتش النهارده، ومبروك للنادي الاهلي ده، وكل سنه وانتم طيبين الاول. لا اوفا، لا اوفا يعني مع بعض احنا بقالنا 6 سنين ولا كام سنه، واخويا الصغير وده من الشخصيات الجميله، والحمد لله هو ماشي بشكل كويس الفتره دي، وبتمنى له التوفيق يا رب دايما في اللي جاي. يعني شفت تعلقكم ازاي بقى الفتره الاخيره سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري، وانضمامه كمان لمعسكر المنتخب الاخير؟ لا احنا على طول مع تواصل مع بعض، يعني بنتكلم بعض على طول، وباركت له طبعا، وبعد كل ماتش بكلمه واقول له زي ما انت في المستوى اللي انت فيه وكمل، وان شاء الله. لا هو عشان بني ادم نظيف ومحترم وبيشتغل بس، فهو عشان كده ربنا بيكرمه. يعني جمهور النادي الاهلي النهارده اللي احسن استقبال على لطفي، ودايما يعني جمهور النادي الاهلي ورا ابنائه حتى لو راحوا في انديه ثانيه، دايما بتمنى لهم التوفيق. تقول للجمهور النهارده واستقباله الرائع ليك؟ اه طبعا بشكرهم طبعا على استقبالهم الاكثر من رائع، كمان اتبسطت جدا لما نزلت التسخين والجماهير نادت عليا، فانا بشكرهم جدا طبعا، وبتمنى لهم التوفيق دايما ان شاء الله، وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في افريقيا وفي اللي جاي، ويكونوا على طول في ظهر النادي وساندين النادي، وده العاده بتاع جماهير النادي الاهلي. يعني كابتن علي واحنا كمان بنتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن مصطفى يعني الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره، وطبعا لقائك مع كابتن علي لطفي والكلام الجميل النهارده، يعني تقول له ايه بقى وردك على كلامه الجميل اللي قاله؟ طبعا اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. كابتن علي مش انا اللي هتكلم على كابتن علي لطفي، راجل عمل تاريخ في النادي كبير، ومن قبل حتى ما يجي النادي الراجل كان بينضم لمنتخب مصر من نادي انبي. مش انا اللي هتكلم عليه ومش انا اللي هديله حقه، وادينا شايفين النهارده المستوى كان هيضيع علينا الماتش، بس الحمد لله ربنا ستر في الاخر. لا طبعا هو دي حقيقه، هو على طول على تواصل معايا، يعني طلعت لك الشات بيني وبينه دايما بعد كل قبل كل ماتش يبعت لي بالتوفيق وركز 1 2 3 والنصايح، وبعد كل ماتش يبعت لي يبارك لي، واول واحد من اول الناس اللي بارك لي على انضمامي للمنتخب، وبعد كل ماتش حتى في الماتشات الكويسه، حتى يوم ماتش البنك لما ما كناش موفقين اول واحد لقيته مكلمني، وحتى في ماتشات المنتخب كان بيكلمني لما كنت بطلع بره السكور وما تزعلش. فهي في الاول وفي الاخر هي يعني العلاقه هي اللي بتدوم، وزي ما انت شايف انا للاسف ما شفتوش بقاله كتير، والمفروض كان موعدني 3 4 عزومات وما جابليش حاجه لغايه دلوقتي، فديني مستني على القعده دي، مش قعده ان انا ما شفتوش، انا بظبط معاه عشان اعرف هيعزمني امتى، بس عشان اعرف هيعزمني امتى. بس انا اتشرفت ان انا كنت زميله في يوم من الايام، واتشرفت ان انا لعبت قدامه النهارده، يعني ما كنتش اتوقع ان حاجه زي دي تحصل، ان احنا كنا مع بعض كده ممكن في النادي هو يلعب كبشناوي يلعب انا العب اي حد، لكن دي كانت بالنسبه لي لحظه جديده. بس انا مبسوط ان انا عشت لحظه، ان انا طبعا كنت معاه في النادي وان انا عشت لحظه زي دي، واتمنى نتجمع تاني واتمنى العبه كتير تاني، ودايما بتشرف بيه وبصداقته قبل ما هو يكون زميلي في الملعب. العيد والعيديه، واعتقد العيد بقى مع جمهور النادي الاهلي في الملعب مختلف، والنهارده فوزوا 3 نقط، اعتقد افضل عيديه تقدمها لجمهور النادي الاهلي. طبعا الحمد لله كان بقى لنا فتره اخر مباراتين ما كناش موفقين، ربنا كرمنا النهارده الحمد لله بمكسب صعب قدام نادي محترم ومنظومه محترمه جدا، بنقول لهم هارد لك وبس الحمد لله. تقولي بقى جمهور النادي الاهلي النهارده اللي احسن استقبالكم كالعاده، وكان واثق فيكم لاخر دقيقه، ومستني منكم اكيد اداء ونتيجه كويسه مباراه القمه. انا جمهور النادي الاهلي هو معودنا على كده، احنا على طول بنلعب لاخر لحظه، ممكن اوقات ما تبقاش موفق زي الماتش اللي فات يجي فيه الجول في الاخر، واوقات تانية اكتر انت اللي بتجيب جول في الاخر، هي الكوره كده دايما ساعات كده وساعات كده، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك والحمد لله. بشكرك واتمنى لك التوفيق، وباذن الله مستنيين بقيه الاداء في ماتش الزمالك ان شاء الله. شكرا كابتن. ده كان لقائنا مع كابتن مصطفى شوبير، كابتن علي لطفي، والروح الجميله اللي دايما ما بين ابناء النادي الاهلي، ويا رب دايما متجمعين في الخير وفي الانتصارات، ويا رب دايما رد اهلي رقم 1. كمان كابتن ايمن اتفضل.